عزيزي مولود الميزان ويا مرحبا، وكيف رح يكون شهر أيار مايو 2024 بالنسبة لك؟ هلأ قبل ما أقلك أي تفاصيل بدي هنيك إنه خلصت من شهر إبريل، لأنه شهر إبريل كان شهر ضاغط جداً بالنسبة لك، ويمكن ما كنت مرتاح فيه مثل ما أنت بتحب. كان في هيك بعض المتاعب، بعض المواجهات، تعثر بعلاقاتك. هلأ أنت داخل على مرحلة تعويضية، وفيني سمي لك هذا الشهر أنه شهر الانشغالات المالية والصحية بآن ما، طبعاً الصحية الإيجابية. طيب خليني نبدأ مع أول الكواكب المتواجدة معنا. عندنا طبعاً المشتري كوكب الحظ بالثور وأورانوس، وأيضاً الشمس موجودة بنفس الموقع. هلأ أكيد هل تشكيلة هاي بتسمح لك بأنك تدخل مفاوضات، محاولات منك وسعي لإيجاد حلول لأمور معلقة، سواء العلاقة بأوراق، سواء العلاقة بشركات زوجية، شركات عاطفية مهنية، سواء العلاقة بمواضيع سفر، لأنه النص الثاني من الشهر يشير لسفر وبقوة بالنسبة للراغبين وقت بتنتقل الشمس لبرج الجوزاء. هلأ أمورك بهذا الشهر أنا بشوفها جيدة، بس الأهم أنه ما تفقد دبلوماسيتك، يمكن تفقدها بتعرف مع مين، بس مع الشريك. المريخ المتواجد ببرج الحمل شوي بيخلي علاقاتك الأساسية بالحياة يلي هن شريكك الزوجي، شريكك المهني، العاطفي مثلا، العائلي ربما، يعني شوي النقاشات هيك بتكون متوترة بهذا الوقت، فكتير كون حريص على أنه تكون أمورك معتدلة ومتوازنة. ما بدنا إفراطات بالأمور العاطفية، ما بدنا قرارات متسرعة بهذا الوقت، ندرس كتير أمورنا بشكل جيد. هلأ الزهرة المتواجدة ببرج الثور طوال هذا الشهر ولغاية 25 منه، عفوا 23، جيدة بالنسبة لك، بس يمكن بتصير أكثر أمور المال، يعني أو بتخليك بتعرف مولود الميزان تفكر أكثر بعلاقاتك بطريقة عميقة أكثر، علاقاتك الحميمة، علاقاتك الشخصية الخاصة. كثير منكم ممكن يتوصل لقرار له علاقة بعلاقة رسمية بحياته، ربما زوجية، ربما علاقة خطبة، يعني في قرار بتتوصل له بنهاية هذا الشهر. والشهر القادم بدايات التنفيذ خليني أقول، أو بدايات الانطلاق، يعني ما بتشوف الأمور بسطحية. هلأ اللي عانوا من خلافات بالشهر الماضي ممكن يلاقوا طرق لحلول أو لتسويات بهي المرحلة. من تاريخ 23 بتنتقل الزهرة اللي هي كوكبك الحاكم ولا برج الجوزاء. بالنسبة لك برج الجوزاء يعني موقع حليف وموقع صديق جدا، وموقع بدايات جديدة، فبدك تتزوج، بدك ترتبط، بدك تبلش حياة جديدة، عم بتفكر بسفر، عم بتفكر بعمل جديد، هذا كله الأبواب تفتح أمامك اعتبارا من هذا التاريخ. ولادة قمر يوم 8 ببرج الثور مهمة بالنسبة لك لكل ما له علاقة بأمورك المالية وأيضا الصحية. طبعا المريخ، يعني ما بدي زعلك لأنه شهرك حلو، بس المريخ عن جد يعني بيعطي هيك إشارات للأمور الصحية. هلأ ممكن ما تخصك لك مباشرة، ممكن تخص شريكك، ممكن تخص أحد أفراد عائلتك، بس في انشغالات أو ظروف صحية بتعيشها بهذا الشهر بالتأكيد، فكون منتبه. وأهم شيء أي نقاش لك ما توصله لطريق مسدود. طبعاً السفر لنا حاضر جداً بهذا الشهر بالنسبة لمولد ميزان الراغبين، وأيضاً بيظهر هذا الشيء أكثر باكتمال القمر ببرج القوس يوم 24. هذا الاكتمال مفيد جداً لإلك، رغم أنه بيتعارض مع قمر بموقع آخر، ولكن بنتائج هذا الاكتمال ممكن كتير تكون أخذت قرار مهم بموضوع مالي، موضوع سفر، أو ربما موضوع له علاقة بوضع دراسي بخصك أو بخص أحد أفراد محيطك. بدي خبرك كمان عن كوكب بلوتو المتواجد ببرج الدلو، ويلي رح يبلش حركته التراجعية اعتباراً من 2 مايو.
طبعا ليش بدي احكي معك؟ ما حكيت مع كل الابراج عن هذا الكوكب، بس انت بالذات لانه هو كوكب المال الخاص فيك، وبده يبدا يتراجع بالدلوفه. بدك تحط ببالك هو تراجعه ما راح يكون قصير طبعا، بس بدك تحط ببالك انه في تغييرات راح تطرأ على احوالك الماليه اعتبارا من الان. فانتبه لمصاريفك، انتبه كيف بدك توظف اموالك بطريقه صحيحه، اتفاقاتك الماليه، مواضيع بيع شراء، امور الاستثمار اذا كانت بتعنيك، هذا كله بدك تحطه بعين الاعتبار. يسعد لي اوقاتك مولود الميزان. باقي بس اقول لك الايام الاكثر حظا بهذا الشهر بالنسبه لك اكيد يوم 2 من الايام الحلوه، 10 11 19 20 28 29. يسعد لي اوقاتك وان شاء الله نلتقي الشهر القادم.